طبعا كشف تحليل بيانات تقرير السعادة العالمي للكشف عن متوسط درجات مقياس السعادة في 149 دولة أن المملكة العربية السعودية جاءت من ضمن البلدان الأسعد والأكثر تحسنا من بين مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. من حقنا صح؟ طبعا طبعا من حقنا نستاهل. يعني ليه ما نكون سعداء؟ يعني كل شيء موفر لنا بالضبط. الحياة قاعدة تصير الحمد لله خلنا نقول أسعد وأسعد، ما أن الموضوع عن السعادة يعني أشياء كثير لو بنقعد نحكي عن هذا الموضوع ريم يمكن ما راح نخلص، لكن للأمانة الشخص أو المواطن السعودي اللي يعيش على هذه الأرض ويحظى بالأمن والأمان ويحظى بالتطور ويحظى ب خلينا نقول التعليم والصحة والاهتمام والفرص اللي يعني ما لها نهاية وما يكون سعيد هذا عنده مشكلة يعني للأمانة. بس المواطن والمقيم وأي أحد يقيم على هذه الأرض ولله الحمد ننعم بكل أسباب السعادة وأساسيات السعادة في هذا العالم، فالحمد لله على هذا الوطن العظيم.